السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سيداتي والسادة المشاهدين، نرحب بكم بأفضل ترحيب، وهذه حلقة خاصة نجريها أنا ومجموعة من الزملاء مع السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبد المهدي. مرحبا بكم سيد الرئيس. أهلا وسهلا، حياكم الله. ورحب كذلك بالزملاء الآخرين الذين سيقدمون أنفسهم. الحوار مع جنابك يشتمل على موضوعات كثيرة، لكن الأولوية والزمن هو من يحكمنا. أريد أن أسأل عن في المحور الأول عن الاتفاقات التي حصلت مع حكومة جمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى طبيعتها وكيفية إنجازها، أتحدث عن الآليات. ما يهمني أكثر، تمت الإشارة في بيان يبدو لي أن جنابك من كتبه عن ثنائية الشرق والغرب في البعد الاقتصادي. هذه الثنائية أريد أن أسأل عنها، هل العمل مع الصين والذهاب إلى الصين بهذا الشكل هو تعاون بين دولتين أم صياغة أيديولوجيا اقتصادية تقودها الحكومة التي تترأسها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا جزيلا على الحضور. هذه قنوات وصحيفة معروفة مرموقة، فأنا أشكركم جزيل الشكر على الحضور. ثانيا أرجو في تقدم أن لا أقدم كدكتور، أن أقدم كأستاذ، كسيد، كمجرد اسم، لأن لا أحمل هذه الشهادة من الناحية الرسمية. نعم. فيما يخص السؤال، الصين اليوم بلد مهم، والصين اليوم البلد الثاني اقتصاديا في العالم حسب الدراسات التحليلية والاقتصادية، تضع الصين كبلد أول ابتداء من العقد الثالث لهذا القرن، القرن الحادي والعشرين، وتصبح البلد الأول عالميا اقتصاديا عدا نسبة السكان. قد تتقدم الهند في السكان مستقبلا على الصين، لكن نعلم الصين 1,400,000,000 نسمة. فالصين اليوم بلد متقدم جدا ويمتلك من الإمكانيات ما ينذر أن تمتلكه دول أخرى. دول أخرى قد تمتلك قطاع مثلا خبرة عالية في قطاع الزراعة، أو خبرة عالية في قطاع التكنولوجيا أو الصناعة، لكن الصين يمتلك هذا كله. يعني تعامل الصين في تجربتها من بلد نامي، هم لا يزال يسمون أنفسهم بلد نامي، وبلد ينتمي إلى العالم الثالث، فهم سموا أنفسهم كبلد ينتمي إلى العالم الثالث. مجرد تجربتهم الداخلية واختلافاتها شبيهة بكثير من تجاربنا، من تجربتنا في العراق. دول أخرى مرت بتجارب في القرن 18، 19، أصبحت في مراحل أخرى قد تكون حديث عن انسجام فكري حضاري، قد تكون بعيدة عن هذه التجربة. الأمر الثاني الذي يشدنا إلى الصين هو أن العراق يصدر يوميا إلى الصين مع مقدار 1,000,000 برميل نفط. الصين تعتمد اعتماد كبير على النفط العراقي، وبالتالي يعني 20% من إنتاجنا، 25% من صادراتنا النفطية تذهب إلى الصين. فبالتالي هي بالتعريف الأول شريك كبير إلى العراق. كيف نستثمر هذه المسألة؟ أن نستثمرها على حساب الدول الأخرى، أن نستثمرها بالتكامل مع الدول الأخرى. في رأينا المفهوم الثاني هو الصحيح، التكامل. التكامل، نحن لدينا علاقات اليوم جيدة بالغرب، بالولايات المتحدة، بروسيا، بدول عديدة، لكن العلاقة بالشرق بقيت علاقة ضعيفة. والطبيعي والطبيعي كعراق إذا أراد أن يكون بخط متواصل مع تاريخه أن تكون له علاقات وثيقة أيضا بالشرق، لأن أوروبا عندما نهضت لم تنهض كل البلدان الأوروبية دفعة واحدة، نهضت دول معينة في أوروبا، فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، لكن سحبت معها بقية الدول الأوروبية. يعني الزخم في الفضاء الإقليمي الأوروبي كان كفيل بمساعدة حتى دول لا تمتلك مقومات داخلية أن تأتي في الزخم. فانتمائنا إلى الشرق وانتمائنا إلى آسيا ووجود زخم كبير اليوم في آسيا، من الصين إلى الهند إلى كوريا إلى اليابان،
اليابان إلى أندونيسيا إلى إيران إلى ماليزيا، كل هذه البلدان، تركيا، كل هذه البلدان اليوم تشهد زخم كبير نحو النهوض. العراق جزء من هذا الزخم، ويجب أن يكون جزء من هذا الزخم، ويجب أن نضع أنفسنا في هذه الرياح الموسمية لكي نستثمر علاقتنا الثنائية المباشرة مع الصين، قدرات الصين، الغطاء الذي نمتلكه عندما نصدر 1,000,000 برميل نفط إلى الصين وضربة في $60، معناتها يومياً أنا الصين مدينة إلي ب 65-60 مليون دولار، ضربة ب 30 يوم يطلع 2 مليار دولار تقريبا، ضربة في 12 شهر تطلع مبالغ ضخمة ممكن فعلا أن تساعد في استحداث إذا استثمرت بشكل صحيح نهضة حقيقية في العراق، خصوصا في مجالات البنى التحتية التي نحن بحاجة. هذا على مستوى المبدأ العام، على مستوى العمل ما الذي حصل مع الصين؟ الذي حصل مع الصين، أولاً وقعنا 8 اتفاقات هنا، 8 مذكرات تفاهم و8 اتفاقات مهمة، بعضها مهم للغاية، ومنها اتفاق صندوق استثماري مشترك بين البلدين يمول بأموال النفط ويكون النفط غطاءه ويخصص للاستثمارات التي بالشراكة مع الصين نكون مطمئنين أن شريكنا يمتلك القدرات التكنولوجية، يمتلك القدرات الإدارية، يمتلك أعلى التقنيات العالمية. لكن أيضا من شروط الاتفاق هو أن لا تأتي الشركة الصينية منفردة، بل تأتي بالتشارك مع شركات أخرى عالمية غربية أو غير غربية، لكي لا نجعل اقتصادنا محتكر من قبل طرف واحد، إضافة إلى عدد كبير من المشاريع المباشرة التي قدمت من المحافظين أو من الوزارات إلى الدوائر الصينية المقابلة. مثلاً وزارة الصناعة قدمت إلى الصين حوالي 220 مشروع لكي تدرس، لكي تبحث، يبحثها الجانب الصيني ويرى جدواها وفائدتها وتتم المقترحات. نحن بدأنا فوراً في العمل، بدأنا قبل الزيارة بالعمل، والآن نضع النقاط على الحروف في كيفية وضع السياقات الكاملة لتسيير تصريف كافة الأمور التي نأمل على تحقيقها مع الصين. دولة الرئيس، يعني مداخلتي فيما ذكره زميلي بخصوص زيارة الصين، أو حتى ما تكون ربما تعاملاتنا الاقتصادية من جانب واحد، ما راح يزعل ترامب؟ وتعرف مزاجية ترامب، خصوصا ترامب تعاملاته مع الدول واضحة، وكيف تعامل مع الخليج، وحتى أعطى أكثر من رسالة تجاه العراق، ورسالته كانت واضحة تجاه تركيا حينما تعاملت مع الصواريخ الدفاعية، الدفاع الجوية اللي هي S-300 و S-400. ما راح يكون ذاك التعامل، أو ربما وصلتك رسائل من الولايات المتحدة الأمريكية إذا ذهبت بعيدا باتجاه الصين؟ لا، هو أولا يجب أن نرضي أنفسنا، يجب أن نرضي شعبنا، ها هي الأولوية. أكيد أنا ما قلت أنه يجب أن ترضي ترامب، لكن هل وصلتك رسائل ربما امتعاض؟ نعم ذهابك إلى الصين. لا، أنا فهم السؤال، أنا فهم سؤالك وأبني جواب. مداخلة، أنا سؤالي راح يكون مختلف. هاي مداخلة. مداخلة استكمالا لموضوع الصين. لا بأس، لا بأس، سؤال جيد حقيقة، سؤال ممتاز. وأول شيء نرضي رؤيتنا، خططنا، ما نقدر أن نحقق لشعبنا. هاي فرص، هذه فرص إذا لم تلتقط وتستثمر في الوقت المناسب تضيع علينا. فالفرصة مؤاتية. اليوم كما ذكرت عندنا تعاملات كبيرة، نحن نستورد أيضا اليوم من الصين أحجام كبيرة من السلع، السوق العراقية مملوءة اليوم بالسلع الصينية التي تأتي مباشرة من الصين أو تأتي عن طريق طرف ثالث. هناك دول شركات تستورد من الصين ثم تورد إلى العراق، لكن ليس ذات الجودة العالية الصينية اللي يسموها بالعراق الباب الأول للأسف. يعني نعم، هذا حسب السعر للدفع، لأن اليوم في الولايات المتحدة وأوروبا البضاعة الصينية راقية النوعية، لأن يدفعون بها ثمن أعلى. هنا التاجر عندنا سلعة رخيصة، فالنوعية أيضا رخيصة. استورد الآن سلع أوروبية رخيصة، ستجد نوعياتها أيضا تكون غير جيدة، وهكذا هذا السوق. اثنين، الرئيس ترامب هو يقول في كلامه أن نحن لا نخشى الحرب التجارية، ودخل في حرب تجارية مع أوروبا، ودخل في حرب تجارية مع الصين،
ودخل مع بلدان أخرى، فهذه منافسة عالمية العراق يغتنم فيها الفرص. ثلاثة، كما ذكر في جوابي على السؤال الأول، نحن حريصون على توازن علاقاتنا وعلى الحصول على أفضل الشروط من أي طرف جاء. يعطينا الطرف الأمريكي شروط جيدة نأخذ بها، يعطينا الطرف الأوروبي شروط جيدة نذهب إليه، يعطينا الطرف الإيراني أو التركي أو السعودي شروط جيدة نلتقطه، تعطينا الصين أو اليابان نذهب إليها. فيقينا عندما يحتكر السوق من قبل طرف واحد، كما كان مثلا في الفترة الملكية بريطانيا كانت هي المسيطرة على السوق العراقي، هذه يحجم البلد، يضع أمامه فرص المنافسة ضعيفة قليلة. اليوم كل الدول حتى الأكثر قربا وولاء إلى أمريكا، حتى أمريكا نفسها تتعامل مع الصين، لذلك قرارات ترامب كانت للحد من هذا التعامل بسبب تأثيره على الاقتصاد الأمريكي. فنحن حريصون على هذا التوازن، ونفهم أن هذا التنافس قد لا يروق لبعض الشركات، وهذا أمر طبيعي. حتى نأخذ ربما النقاش، حتى نأخذ وقت الزملاء الأعزاء، لأن أعتقد هذا إرادة مبحث طويل جدا، تأكيد فيه مداخلات كثيرة ربما تختلف. دولة الرئيس، سؤال الأساس، واليوم كما تعرفون أنه أعتقد اليومين الماضيين أشغل الرأي العام كثيرا، والسوشيال ميديا وحتى المحطات الإعلامية العراقية وحتى العربية موضوع الفريق عبد الوهاب الساعدي. وأعتقد السؤال البديهي الذي يطرح، ما السبب الذي جعل القائد العام يتخذ هكذا قرار بوضع الفريق عبد الوهاب الساعدي على الإمرة؟ وبعد الذي حصل، هل ربما سمعنا أن هناك سيكون تراجع بهذا القرار أم لا؟ لا، تراجع غير ممكن. ممكن لقائد عام يتراجع عن قراراته، معنى ذلك يعطي رسالة أن قراراته غير مدروسة أو غير أصولية. قرارات مدروسة وقرارات أصولية، ولا تراجع عن مثل هذه القرارات. غير أصولية لأن هناك طلب من رئيس الجهاز بنقل الفريق عبد الوهاب، ليس القائد العام الذي أوصى بنقله، وإنما رئيس الجهاز. والقائد العام استجاب لطلب رئيس الجهاز، لأن لا يمكن أن يكون لدينا في جهاز مهم رأسان وتدار مثلا بوجهات نظر مختلفة، فبالتالي نقل إلى ما هو مشرف، يعني وزارة الدفاع والإمرة، ليس أمر هين حتى يستهان بها كأنما هذه ضربة أو كأنما هذا تنقيص شأن. الضابط ما يختار موقعه، الضابط يختار له الموقع، الضابط ما يختار أوامره، الضابط يؤمر، وإلا لا تكون لدينا مؤسسة عسكرية. المؤسسة العسكرية مؤسسة أمر وتنفيذ أمر وسياقات، وفي النظام العسكري هناك شكاوى، لكن الشكاوى تأتي بعد التنفيذ ليس قبل التنفيذ، ليس بالذهاب إلى الإعلام. هذا خطأ كبير مهما كان تاريخ هذا الضابط. الذهاب إلى الإعلام وتسييس الملف هذه خطيئة كبيرة، هذا ليس أمر متروك للضابط لكي يتصرف به. أفرض جدل، وهو قائد كبير وقائد معارك وضحى وجرح، أن أمر أحد ضباطه بالقيام بعمل عسكري التقدم، ورفض الضابط الفلاني إطاعة الأمر، ماذا يكون رد الفعل؟ طبعا إجراء. إجراء طبعا. هل يغفر للضابط الذي أمر أن له تاريخ مشرف؟ بالعكس، هي طعنة في التاريخ المشرف. التاريخ المشرف خط متواصل وصاعد، فبالتالي نحن نطبق إجراءات، بالعكس رب ضارة نافعة، نحن نطبق إجراءات مهمة لإعادة هيبة الدولة. نحن أردنا رفع التسييس عن الحشد، ولدينا إجراءات في رفع التسييس عن الحشد تحت تأييد شعبي واسع. الآن نأتي نسيس المؤسسة العسكرية، نأتي نرى ضباط يذهبون إلى مواقع التواصل الاجتماعي ويدلون بآرائهم، هذا غير مسموح به، لن أسمح به. كان موجود، لا يزال قسم منا موجود،
لكن بمرور الوقت يقف يقطع. ضباط يرتادون سفارات غير مسموح به بدون موافقة القائد العام وبدون موافقة الرؤساء، غير مسموح. الجيش مو لعبة، القوات المسلحة مو لعبة، كل أمننا وكل أوضاعنا رهن بسلامة هذه القوات المسلحة. إذا كان الوضع الآن فيه ثغرات كثيرة، هذه الثغرات ليس سبب للاستمرار بها، وإنما سبب لإصلاحها. والتقدم لا يقال لي لكن هذا موجود بفلان مكان، هذا موجود بذاك المكان. نعم أنا أعترف لا زال موجود، لكن السؤال الموجه إلى القائد العام، والدستور في المادة 78 يعطي هذه المهمة للقائد العام، لا يعطيها إلى قيادة عامة، يعطيها إلى قائد عام. فإذا أصبح واجبي أمام الشعب أن أحمي وأدافع المؤسسة مهما كانت علاقتي بأي شخص في هذه المؤسسة ومهما كان تاريخ هذا الشخص في هذه المؤسسة. هنا حقيقة من يثبت الكفاءة ومن يثبت الانصياع والانضباط. أنا حتى هالموضوع ما دام سألته ما كنت أتمنى أن يسأل حقيقة، لأن ما أريد أن ندخل في كثير أمور هي من اختصاص المؤسسة العسكرية لحساسيتها، لكن بما أن سألتني أنا أصبحت أعرف دولة الرئيس، أصبح يعني رأي عام، والآن وسائل الإعلام والسوشيال ميديا يعني لحد هذه اللحظة وبكثافة جدا. أشكرك يعني. أشكرك يعني أنا أشكرك أنتظر إجابة وتوقف. أنا أشكرك وأنا أتابع وإلى حد الآن لم أعلق حتى تكمل سيادة الرئيس. هذا استكمال للسؤال، قلت عبارة خطيرة، ضباط يرتادون السفارات. مداخلة بس إيه يعني هاي من رخصة الأستاذ محمد. ضباط يرتادون السفارات ماذا تعني؟ يعني ضباط يرتادون السفارات يعني يزورون السفارات، يعني يسوون انقلاب مثلا. يعني ضباط يرتادون السفارات بدون أخذ موافقة رؤسائهم. ما حد يروح إلى مكان، ماكو ضابط يروح بدون موافقة الرئيس، ما ممكن. انطيني دولة في العالم، انطيني دولة في العالم تسمح لضباطها أن تتصل كيفما يشاء وأن يتكلم كيفما يشاء وأن تكون له مواقع تواصل اجتماعي ويكون له فيسبوك ويدلي برأيه. احنا في نظامنا منعنا العسكريين من التدخل في الشأن السياسي، بل اشترطنا أن يكون القائد العام للقوات المسلحة رئيس وزراء وهو شخص مدني، واشترطنا أن يكون وزير الدفاع ووزير الداخلية أشخاص مدنيين. لا نقبل أن يكونوا عسكريين، لأن لا نريد أن حقيقة ندخل في إدخال الجيش في مجال السياسة. العسكري لديه حق الانتخاب، وحتى أنا بالأمس جمعت كل رؤساء وزراء الدفاع والداخلية و كل القادة العسكريين وتكلمنا في هذا الموضوع. قلت أنا أريد أسمع منكم، الكل أكد على هذه المبادئ التي أتكلم بها، الكل أكد، لا يوجد من قال عكس هذه المبادئ. لذلك نحن صارمون جدا في هذا الموضوع، لن نتسامح. ذاك بداية جوابي كان عدم التراجع، أي واحد يطالب بالتراجع مخطئ، أوامر تنفذ، إذا أكو شكوى تقدم، إذا أكو خطأ هناك سياقات، لكن لا يمكن أن يتم تراجع بمجرد أن والله إنسان يذهب إلى الإعلام أو إنسان يستخدم تظاهر أو ما أشبه، هذا غير مقبول إطلاقا. دولة الرئيس مداخلة سريعة، أتمنى إجابة مختصرة حتى أفسح المجال للزملاء الأعزاء. ذكرت رب ضارة نافعة. نعم. واحدة من النوافع أنه سيكون حد للضباط الذين يرتادون السفارات، وأنا من أعرف من هؤلاء الضباط كبار أو صغار، لكن هل ستذهب بعيدا باتجاه موضوع ازدواج الذين يحملون أو ربما الذين يسمون مزدوجي جنسية، وبعض الضباط الكبار لديهم أكثر من جنسية، وأعتقد ضابط عسكري لديه أكثر من جنسية، ربما سياسي بها مجال، لكن كعسكري وقائد أعتقد هذه مشكلة كبيرة جدا. الدستور يحدد هذه الأمور، يقول في المواقع السيادية يجب أن يعالج الزواج الجنسي، على القانون المنظم للمادة الدستورية أن يحدد ما هو مستوى المواقع السيادية، هل هو الوزير، هل هو رئيس أركان الجيش، هل هو قائد الفرقة، هل هو قائد اللواء، هل هو مدير جهاز إلى آخره. عليه أن يحدد
ما هي المواقع السيادية التي يجب أن يتخلى عن الجنسية الأخرى أو يجمد الجنسية الأخرى كما يحصل. فبالتالي نعم، أنا أقول رب ضارة نافعة وأعني هذا بالضبط، وتحصل وحصلت إجراءات، لأن الواجب 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 هو إعادة هيبة الدولة، إعادة السياقات الأصولية التي تحمي كل ضابط وكل جندي وكل منتسب وكل قائد في قواتنا المسلحة، وكذلك تحمي الدولة وتحمي شأن الدولة. الدولة ليس رد فعل للإعلام وليس رد فعل للتواصل الاجتماعي. تعرفون اليوم كثير من السياسات وعلى مستوى دول أقوى بكثير من العراق، أخذ البريكزيت في بريطانيا والتصويت عليها، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أخذ الانتخابات الأمريكية، مواقع إلكترونية ساعدت في ترجيح انتخاب أو في ترجيح ذهاب أصوات في وجهة معينة إلى مرشح معين أو إلى سياسة معينة. أقرأ التقارير المكتوبة عن مؤسسة كامبريدج أناليتيك التي لديها من المنتسبين إلى مواقع الفيسبوك ومواقع الجوجل ومواقع التويتر وكل هذه المواقع، وكيف هذه مؤرشفة بالكامل ومعروف عن كل شخص من هؤلاء الملايين الملايين، قد يصلون إلى المليارات، معروف توجهاتهم وكيف في فترات الانتخابات يستطيعون الدخول إلى المواقع ونشر دعايات ونشر شعارات في داخل الموقع تؤثر على خيار هذا الشخص في الانتخابات. ما حصل في أمريكا واضح، ارجعوا لها شوفوها، والشكاوى علنية. ما حصل في البريكزيت أيضا معروف، فكيف بيك بالعراق اللي الإحصاءات السابقة التي نشرت أن العدد الأغلب من مواقع التواصل تدار من الخارج. وأعتقد قبل الجلسة جرى حوار بسيط بيناتنا وأحدكم ذكر أن يجب وضع حد لهذه الأمور لأنها تؤثر على الحياة العامة، هاي يجب الوقوف ضدها. لا يمكن ترك المؤسسة العسكرية لأهواء شخصية سواء كانت أهواء القائد العام أو أهواء أي ضابط مهما كان شأنه. دولة الرئيس، شكرا جزيلا. قبل أيام زرت المملكة العربية السعودية، فهل كانت هذه الزيارة في إطار مبادرة شخصية من دولتك أم في إطار وساطة؟ وكيف وجدت الموقف داخل المملكة ولقائك مع القيادة السعودية بهذا الشأن؟ الموقف من المملكة كان ممتاز على مستوى الصعيد مع خادم الحرمين ومع ولي العهد، كان حقيقة لقاءات ثرية عميقة مفصلة جيدة صريحة جريئة. أنا المنطقة تحتاج إلى التهدئة، نعم الجانب السعودي طرح وجهة نظرة كاملة بدون مواربة وبدون مجاملة، طرح ما يعتقده هو رؤيته للمشهد واستمعنا بشكل جدي. لكن الأهم الخلاصة التي خرجنا بها سوية كطرفين كانت أهمية التهدئة وأهمية دور العراق في هذه التهدئة، سواء فيما يخص ما يجري بين الولايات المتحدة أو السعودية وإيران أو فيما يخص اليمن. ونحن نقوم بهذا العمل، وقمنا سابقا في مسألة السفن، في مسألة السفينة الإيرانية في جبل طارق والبريطانية في إيران، قمنا بجهود والإعلام تابع هذه المسألة، والحمد لله يعني كان إن دور مع آخرين لانتهاء من هذه المسألة. أيضا في مسألة التصعيد، دور العراق دائما إيجابي، والعراق يسعى لاستلال كل ما يرى إيجابي في هذا الملف أو هذا الملف لدى هذا الطرف أو ذاك الطرف حتى يسارع بنقله إلى الأطراف الأخرى من أجل التجسيد. في زيارتنا السابقة إلى المملكة لم يكن الصدى كما هو اليوم. اليوم بعد وصول الأزمة إلى حافة حادة جدا، هناك تجاوب كبير من المملكة العربية السعودية، من إيران، حتى من اليمن. وأعتقد هذه المساعي بجانب مساعي أخرى يجب أن تبذل، أعتقد سيكون لها شأن طيب في هذا المجال إن شاء الله. شكرا سيادة الرئيس. يعني بقضية الصين والنفط والشعارات النفط، أنت تعرف عبر الحكومات المتعاقبة في العراق استخدم النفط كشعار، النفط سلاح في المعركة، النفط مقابل الدواء.
اليوم أنت كرئيس سيادتك تطرح مقابل الغذاء، اليوم تطرح شعار النفط مقابل الإعمار وتحرص على أن ينجح هذا الشعار أو هذه الخطة الجديدة في ظرف أنت تقود دولة تعاني من اختلالات بنيوية كبيرة في البنى التحتية، سلاح خارج نطاق الدولة، اقتصاد لم تحدد هويته الاقتصادية حتى هذه اللحظة، تناحر سياسي، فساد يضرب أطناب الدولة من كل جانب، على ماذا تراهن أن ينجح مشروع عملاق من هذا النوع مع الصين في ظل التوصيفات التي قد تضيف عليها أنت الكثير؟ يعني يعتمد على ما تفضلت أنت به، عندما أولا ليس كل السلاح خارج الدولة، هناك سلاح كبير وكثير لعله الأهم داخل الدولة. نعم هناك فساد كبير، لكن أيضا هناك دعوات ورغبات للإصلاح أيضا كبيرة تواجه. فعلى الضد مما تفضل به جنابك أنا أراهن، لذلك قلنا دائما نحن نحتاج إلى حركتين وليس حركة واحدة، نحتاج إلى حركة لتحريك كل ما هو إيجابي داخل الدولة، ولدينا كثير من السلبي تفضلت به، هو كثير من السلبي لكن أيضا هناك إيجابي، علينا أن نحرك من داخل الدولة كل ما هو إيجابي، وعلينا أن نحرك من خارج الدولة كل ما هو نظيف وبريء عن هذه السلبيات التي ذكرتها في داخل المسارات الحالية. فنحتاج إلى شركاء بعيدين عن هذه الأوساط. أقود التراخيص في النفط، العراق بلد نفطي قديم وفترة من الوقت يقوم بجهد وطني لاستخراج ثروات، لكن بقى معطل من 2003، حقيقة من قبل 2003 من التسعينات بقى معطل ومعدلات النفط تتراجع. عندما وقعت عقود التراخيص، وهي ليست عقود كاملة يعني مثالية، فيها كثير من الشوائب، فيها كثير من الثغرات، لكن العبرة الرئيسية فيها أن أوجدت للجانب العراقي شريك خبير لديه تكنولوجيات، لديه إداريات، لديه وسائل عمل جيدة راقية بالمعايير العالمية. عندما حصلت هذه الشراكة رأينا العراق يقفز من مستوى متأخر في الترتيب العالمي، درجة 12، درجة 8، إلى أن وصل إلى الدرجة الرابعة اليوم. اليوم العراق بشنو دكتور؟ بإنتاج النفط. اليوم العراق منتج ومصدر رابع للنفط في العالم. اليوم العراق منتج ومصدر ثاني للنفط في العالم في أوبك، في أوبك مو في العالم، في أوبك. الأول الرابع في العالم، الثاني في أوبك. هذا تقدم كبير، سبب عراقي؟ نعم. سبب أيضا الشراكة الأجنبية؟ نعم. إذا مجيء شراكات والصين أحدها بشركات عملاقة بخبرات هائلة شرحتها في السؤال الأول، سيغني التجربة العراقية سواء كانت قطاع عام أو قطاع خاص في أن يجد له شركاء مهيئين إداريا تقنيا ماليا بالخبرة السابقة، معرفة الاختناقات البوتل نكس اللي عانتها هي تقدر تحلها بدون ما نمر بتجربة متكررة. فإذا نأمل كثير من هذه الشراكة أن تستنهض الاقتصاد العراقي. سيادة الرئيس نتشارك معكم في هذه الأماني، ولكن أنت اختاريت موضوع أن تتحدث به، قضية جولة التراخيص النفطية التي يثار حولها الكثير من اللغط والكثير من الاعتراضات من المختصين. عندما تقارن حجم الزيادات كصادرات نفطية بحجم المبالغ التي تدفع لهذه الشركات، لا يكاد أن يكون المنجز يذكر بالمستوى الذي يمكن أن نصفها على أنها تجربة ناجحة. هذا الذي يدعون الآن بالعلاقة مع الصين، خلينا نكون منصفين بالنتائج. أما أكو انتقادات وأكو أشياء كثيرة، لا يوجد شيء بالعالم ما بين انتقادات. الديمقراطية تنتقد، الأنظمة في العالم حتى أحسنها تنتقد إلى آخره. لا نتكلم عن انتقادات موجودة، ما أكو شيء ما بين انتقادات. إما اليوم أن عقود التراخيص هي فيها من الكلف أكثر ما فيها من المنافع، هذا غير دقيق. والدليل البسيط أن اليوم 95% من ميزانيتك من تجي؟ من النفط. وكل الأزمنة تأتي من النفط، وكل في كل الأزمنة تأتي من النفط. نعم
ولكن سيادة الرئيس بعبارة واحدة بدقيقة واحدة، حجم الزيادات التي حققتها جولة التراخيص النفطية كان ممكن أن تحققها شركة النفط الوطنية بمعدلات أعلى من الذي حققتها هذه الشركات، وتوفير هذه المليارات التي أنفقت ماشي. والبعض قال أهدرت. ماشي، أنا أعطيتك مثال، قلت لك من 90 إلى 2009 كان هناك فرصة أمام الجهد الوطني أن يبرهن عن نفسه. عندما تتأخر أنت 20 سنة عليك أن تغير سياقاتك، وإلا تكون أمام طريق مسدود وتكون مسؤول عنه. إما نبقى إحنا نتناظر في مسألة نظرية، الواقع برهن عكسها. مجرد أن دخلنا في عقود التراخيص حصل عندنا خلال 3-4 سنوات نهوض كبير في الإنتاج، تجربة عظيمة عند الكادر العراقي، وحققنا على المستوى الذي يقاس في النفط وهو زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته. أقصد بتحسين نوعيته لأن أصبح عندنا نوعين نفط، خفيف وثقيل، وتحسين نوعيته وتحسين كل الأشياء بشكل واضح. أظن هذا برهان يجب أن ينهي نقاش معين، وجود ثغرات، وجود أمور أفضل، لا يزال أمام الجهد الوطني مجالات واسعة أن يتحرك. فأعتقد التجربة أعطت نتيجة إلى هذه المسألة، يجب أن نقر بها ونعترف بها. ثم كان دائما القول سابقا العراق يعتاش على النفط، هذا صحيح. سابقا عندما كان العراق 15 مليون، اليوم العراق يعني يسير بنسبة مليون نسمة سنويا. فبالتالي مواكبة النفط لتلبية الحاجات الأساسية أعتقد قصة نجاح أساسا. أي قصة نجاح؟ روح فتش عن الثغرات صلحها. لكن الكلام فقط أن في عقود التراخيص هناك ثغرات، زين، هذا كلام أعتقد الواقع الآن يشير إلى خلافه. وفي كل الأحوال، في كل الأحوال نحن الآن دخلنا التجربة وعدنا عقود، وهناك مطالبات بمزيد من العقود في هذا المجال، في عرض مزيد من الرقع في هذا المجال، وإلا رقع العراق واسعة أمام الجهد الوطني أن يذهب ويستغله ويستثمره. سيد الرئيس، أستاذ حمزة تحدث سائل عن الموضوع زيارة العربية السعودية، وجنابك قلت أن الأجواء كانت إيجابية جدا وكانت الحوارات ثرية. أريد أن أسأل بما يتعلق باستهداف أرامكو وما أشير بطريقة غير رسمية لتورط الجهات عبر الأراضي العراقية لا سمح الله، بالإضافة إلى مبادرة تم الحديث عنها أن السيد رئيس الوزراء العراقي قدم مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن، وأن الجانب السعودي تعاطى معها بإيجابية. لم أقل تعاطى معها بإيجابية، يعني أن دخلنا في مسارات عملية، لكن نقلت الرسالة، وأيضا من أطراف الجانب السعودي. الرسالة هي؟ الرسالة أن يجب يعني حل اليمن يشكل حل أساسي إلى الأزمة، حل أزمة اليمن يشكل حل أساسي إلى أزمة المنطقة، وهناك اليوم فرص حقيقة لحل هذه المسألة. الأمم المتحدة تتحرك وهناك مشاريع تقدم، هناك كانت مشاريع لوقف النار من هذا الطرف مرة، من ذاك الطرف مرة، نرجو أن نصل إلى أن تكون من الطرفين في المرة القادمة، والعراق يسعى إلى ذلك. وسمعنا كلام طيب في هذا المجال، سنواصل الجهد به. نحن على علاقة بجميع الأطراف، العراق في الإطار اليمني على علاقة بجميع الأطراف الموجودة في اليمن، سواء كان حكومة الرئيس هادي أو كان أنصار الله أو الأطراف الأخرى. العراق على علاقة إيجابية، وهذا ما يميز وضع العراق، أنه على علاقة جيدة بالسعودية وجيدة بإيران، جيدة بالإمارات وجيدة بقطر، وبالتالي هذا ما يميز دور العراق، وهذا ما العراق يريد أن يؤكد عليه. بما يتعلق بملف أرامكو، هل تم الحديث عنه مع الجانب السعودي؟ نحن لدينا وجهات نظر، وعبرنا للجميع أن العراق لا يريد أن يدخل في نمطيات الإدانة والإدانة المتبادلة وما أشبه. نحن نبتعد عن خطابات الإدانة، لأن خطابات الإدانة ستقود بنا إلى الاصطفافات،
خصوصا لما تأتي الإدانات بدون أن نكون نحن كعراق عارفين بالضبط جميع الحقائق المعروفة، فبالتالي لا سنأخذ الموجة العامة. ماذا تشير الموجة العامة؟ إشارة إدانة للطرف الفلاني، نذهب بسرعة ندين الطرف الفلاني، ثم بعد فترة نكتشف أن المعلومات لم تكن دقيقة. أنا أعرض موضوع كبير وبسيط، الاجتياح للعراق كان بموجب معلومات أسلحة الدمار الشامل، ثم بعد سنوات قيل أنا لا شيء وارتد. لا نستطيع أن نذهب إلى فلسفة الإدانات، نحن نذهب إلى فلسفة أن نذهب إلى الأطراف المختلفة وننقل الرسائل الإيجابية التي تقود إلى التهدئة، لا نكون طرفا في محور وفي تصعيد يقود إلى إتلاف أو تنقيص علاقتنا بأي من الأطراف. لذلك أنا ذكرت في لقاءات سابقة نحن لسنا محايدين، لسنا لا نقول كلمتنا، لكن نحن نضع ثقلنا في الميزان لكي نساعد على التهدئة ولكي نساعد لإنجاح المساعي. ونحن نعرف الأطراف المختلفة اليوم، الجانب الإيراني مع الجانب الأمريكي يقول أنا مستعد للتفاوض لكن شرط إيقاف العقوبة، الجانب الأمريكي يقول إحنا نريد التفاوض. إذا كلمة التفاوض قاسم مشترك بين الطرفين، كيف نستطيع أن نجعل، والإيراني والسعودي نفس الشيء، كيف ممكن أن نجعل التفاوض ليس فقط قاسم يقال لكن ما حد يتقدم له، الكل يتردد لأن عنده اعتبارات الشعبية الداخلية، عنده ماء الوجه، عنده كذا إلى آخره. كيف نجعل ملف يتقدم وبالتالي نبعد المنطقة عن الحرب؟ وهذا أهم شيء، أن نبعد المنطقة والعراق عن الحرب. دورة الرئيس أيضا لو سمحت للمداخلة استكمالا للموضوع، أيضا سؤال أيضا مختلف تماما استكمال لما ذكر زميلي نجم. من خلال كلامك أريد فقط نوضح للناس، هل فعلا كان هناك اتهامات سعودية للعراق بخصوص الهجمات من خلال زيارتكم أم لا؟ أبدا، كان هناك الشكر للعراق لموقفه، لم تكن هناك أنه أبدا، ونحن طمننا الجانب، هذا ما موجود، احنا طمننا الجانب السعودي طيب أن لا شيء سيأتي من العراق، طيب لا شيء سيأتي من العراق ولا شيء سينطلق من العراق ضد أي دولة مجاورة. بعد أعتقد الهزة الكبيرة اهتزها النظام السعودي بخصوص ضربة أرامكو، وأعتقد يوم أمس أيضا كان هزة ربما أكبر بخصوص أسر ثلاثة ألوية سعودية بكامل عدتها وعديدها. هل سيكون أنه الطلب السعودي لموضوعة الوساطة العراقية أو ربما حل الأزمة ستكون طلب ملح وأكثر؟ وسمعنا أن هناك رسالة شفهية من خلالكم إلى الجمهورية الإسلامية، صحيح أم لا؟ الجانب الصحيح في الموضوع أننا ننقل، نتصل، ليس بالضرورة رئيس الوزراء يذهب، لكن رئيس الوزراء يذهب يرسل مستشاري، يرسل وزراء ويستطلع كل التوجهات الموجودة لكي يأخذ منها ما هو إيجابي وممكن وفعال ويدفعه إلى الأمام. مهمتي كرئيس وزراء أن لا أدخل في التحليل وفي تقدير أشياء قد تسيء إلى موقع أو قد تعطي إشارات غير دقيقة لرئاسة الوزراء التي يجب أن تبقى ماسكة بكل علاقاتها الإيجابية، ولا يفسر تحليلها كأنما هو قرار أو كأنما هو سياسة. هل هناك رسالة شفهية فعلا إلى من قبل النظام السعودي إلى الجمهورية الإسلامية أم لا؟ أخي العزيز فعلا موجودة هذه الرسالة؟ تتكلم عن الأحداث الأولى، نعم نقلنا رسالة. تتكلم عن الأحداث البارحة أو المباحة، مبكر جدا أن أقول نقلت وحصلت أشياء معينة. نحن نتابع الأمور، طيب. نتابع تطوراتها بشكل جيد، دائما نحاول أن نبقي علاقات إيجابية للغاية مع الجميع. طيب سؤال حتى وإن اختلفنا، سؤال حتى الأساسي وإن اختلفنا معهم في التحليل، لكن نحاول أن نبقي علاقات إيجابية، لأن العلاقات الإيجابية هي حقيقة العبارة أو الجسر اللي ممكن توصلنا للشاطئ طيب. الثاني. السؤال الأساسي دولة الرئيس، ذكرتم بخصوص النفط والاعتماد الكلي على النفط، وأيضا ربما بوابة الصين ستكون ربما حل لبعض مشاكل العراق في المرحلة القادمة إن شاء الله تعالى، لكن أنت رجل بالأساس معروف عنك بنظرية اقتصادية كبيرة، ربما العالم مقبل على أزمة اقتصادية ومالية في ربما مقترحة في مايو 2020 وبوادرها بدأت الآن بنوق العالمي وما إلى ذلك، فيما لو انهارت أسعار النفط مرة أخرى كما حصل في 2008 ونزلت تحت 25،
والعراق اليوم ما شاء الله من خلال كلام حضرتك يعتمد 90% إلى 95% على النفط في موازنته. في موازنته ماذا سيفعل العراق فيما لو حصل هذا الانهيار؟ ما هي البدائل؟ لذلك نحن نسارع إلى تفعيل القطاعات الحقيقية. لذلك سارعنا في الموسم الماضي إلى تفعيل الزراعة بشكل واسع جدا. احنا انتجنا العام الماضي في الزراعة بحساب البذور، الإحصاءات السابقة كانت تعطي 4,700,000 طن قمح مثلا، احنا وصلنا إلى ما يقارب 5 مليون طن قمح. هذه ست حاجة أساسية للبلد في ناحية الزراعة. سابقا كنا نعتمد فقط على أموال النفط، لذلك الآن أوقفنا استيراداتنا فيما يخص البطاقة التموينية، نعتمد على إنتاجنا المحلي. لذلك المسارعة إلى الصين، ذلك المسارعة إلى الصين لتفعيل قطاعاتنا الحقيقية. وأنا في زيارتي لبعض المصانع للصين سألت مدير المصنع، قلت له إذا أريد أنقل هذا الخط الإنتاجي شقد هذا يحتاج منك؟ قال سنة ونص أنا أنقل لك الخط الإنتاجي. قلت له كم عامل أنا أستخدم في هذا الخط؟ قال لي 2000 عامل، رغم أن الخط مؤتمت. زين، احنا نريد نفعل ونحرك بسرعة، ما عندنا وقت نضيعه. وفي جوابي على سؤال سابق لحضراتكم قلت لا نريد تضيع الفرص، هذا اللي أقصده، لأن الاعتماد على النفط معادلة هشة ويجب الإسراع في الخروج منها بأسرع وقت. إيران الآن تعد ميزانيتها للعام القادم بدون أن تضع موارد النفط في الموازنة. احنا نحاول اليوم في العراق في إعداد الموازنة أن نقلل من الاعتماد على النفط وندفع ما نستطيع من النفط حتى نغطي به مشاريع استثمارية وليس فقط مشاريع تشغيلية. فإذا ما عندنا وقت يا إخوان، احنا يجب أن نذهب بسرعة، نذهب مع أطراف موثوقة مجربة، مو نقعد نجرب ونخطئ ونجرب ونخطئ، حتى نقدر نأسس لنفسنا ما يحمينا إذا حصل ما تتفضل أنت به وهو وارد. دولة الرئيس قبل بعد أسابيع حكومتك تكمل عامها الأول. نعم. الحكومة لا تزال تنقصه حقيبة التربية وهي حقيبة أساسية في العراق. والدكم كان وزير معارف في العهد الملكي، فأنت كان مفروض ما تقبل هذه الوزارة تبقى ناقصة. وأيضا قبل أيام استقال وزير الصحة، وهي استقالة أثارت جدل أيضا باعتبار الوزير مهني. وأنت تحدثت عن ضغوط في الرسالة التي توجهتها إلى معالي الوزير. سؤالي دولة الرئيس، هل أنت راض عن الأداء الحكومي سواء كان مكتمل أم غير مكتمل طوال هذه السنة؟ وكيف تنظر إلى الدعوات التي تنطلق من جهات برلمانية وسياسية بشأن استجواب أو يعني حتى الذهاب ربما إلى الإقالة؟ نعم ولا، إذا أخذنا مشاكل العراق الموروثة وحجمها وثقلها وما استطاعت الحكومة خلال 10 أشهر من إنجازها، أعتقد شيء متقدم عن كثيرين ما كانوا يتوقعون أصلا أن نفتح مجالات كثيرة. تكلمت قبل قليل عن الزراعة، ولا أحد كان يفكر بالزراعة، والآن الزراعة أصبحت قصة نجاح مهمة. يكفي أن تروحون للأرياف وتشوفون إيش قد الآن ارتفعت الأراضي الزراعية. دولة الرئيس المطر كان عامل رئيسي في هذا الجانب. بس مطر نزل وطلع الزرع يعني. وأكو سنوات كانت ممطرة أيضا بنفس الكميات ما طلع هذا الزرع ما شفنا. لا أنت النفط أيضا يعني يأتي من الله سبحانه وتعالى. إحنا إلى آخره ماكو شيء من نعم الله سبحانه وتعالى. أنت كيف تستثمر النعم؟ احنا استثمرناها في هذا الموسم، استثمرناها. والا خلال 30 سنه الماضيه مرت سنوات رطبه لا تقل عن هذه السنوات، بالعكس تحولت الى فيضانات وتحولت الى وبال. احنا الحمد لله والشكر لا صار فيضانات بالمعنى الدقيق للكلمه، وقدرنا نستثمرها حتى نحصل على ناتج زراعي جيد. والناتج الزراعي الجيد، وانا اؤكد ومسؤول عن كلامي، حتى لو كان هناك شحه مياه في الموسم القادم، اليوم الفلاح سيذهب ويزرع ارضه ويقدر يجيب المي بحفر الآبار، يقدر يجيب المي بأي وسيلة أخرى. ليش؟ لأن أصبح مطمئن أن الدولة ستسلم ثمن محصولة، وبالتالي هو يذهب ويربح ويستقر ويجلب من المدينة إلى الريف ويشغل أيدي عاملة ويشغل أسواق إلى آخره. فإذا أنا أقول نعم ولا، نعم
إذا نظرنا إلى المشاكل الموروثة الكبيرة، حجم البطالة في البلد، حجم الخراب في البنى التحتية، العلاقات الخارجية اللي كانت غير مرتبة بشكل كامل، الوضع الأمني، داعش ومحاولة أن يعيد تنشيط نفسه، التحديات كبيرة أمام العراق. الآن الوضع العراقي هادئ، الأمن مستقر، الشوارع مفتوحة، الناس تبقى في المطاعم، ليس فقط في بغداد، يذهبوا للمحافظات أيضا إلى ما بعد منتصف الليل. كثير من الأشياء حقيقة شق طريقها، فمقارنة بخط الشروع إضافة الموازنة، موازنة مشاريع وإداء، برنامج مقدم بشكل يناقش من قبل الرأي العام، الإعلام، البرلمان، القوى السياسية، كل شيء وضع له مصدر ومقياس يقاس به الأمور، وليس انطباعات وفقط يعني كلام. أكو مصدر وأكو قياس. فهذا النعم مادي، ألا العراق يستحق أكثر. العراق فيه إمكانيات كبيرة، والمشكلة في العراق ليست مالية، المشكلة في العراق تشريعية وإدارية. إذا قدرنا نرشق قوانيننا ونجعلها أكثر يعني فاعلية وإنتاجية، وخليني أقول عصرنا زين، نستطيع أن ننطلق أفضل بكثير مما انطلقت به دول أخرى وبسرعة كبيرة. إحنا مستوانا وكوريا الجنوبية بالسبعينات نفس الشيء، بل كنا متقدمين. الصين نفسها، الصين نفسها 1949 معدلات الفقر بها تتجاوز 90%. اليوم معدل الفقر بالصين يكاد أقل من 2% فوق 1%، وهم غاضبين على هذا الوضع. يعني 1% بالصين كسر على 1.4 مليار، يطلع لك كمية نفر 30-40 مليون. زين، فإحنا ما راضين عن مستوى التطور الاقتصادي والخدمي بلحاظ إمكانيات العراق وقدراته. لكن هذا الأمر لا يتعلق بالحكومة فقط، هذا الأمر يتعلق بالقوى السياسية، بالثقافة العامة، بالسلطة التشريعية، برؤيتنا لأولوياتنا. كثير كثير من الثقافات السائدة لا تزال ثقافات قديمة تعشق موديلات دمرت العراق، لكن لأن ما تمتلك البديل المستقبلي تستنجد بأشياء هي شافتها ونست مهالكها ونست إحباطاتها ونست مشاكلها ونست دماراتها، وتسوي فرض صورة وردية حنينية إلى فرض واقع لم يكن موجود إلا في أذهان البعض. فبالتالي نعم، أنا أعتقد الحكومة حققت منجزات كبرى. ارجعوا إلى الكلام الذي كان يقال في تشرين الأول العام الماضي، أن البصرة ستحترق وأن كهرباء ماكو والمياه ما عدنا نشرب وكذا ماكو. كل هذا ما حصل، ومشينا في طريق أكثر انفتاح مما كان يتوقع. أمامنا الكثير أيضا. نعم، إذا الاستهداف سياسي دولة الرئيس لما يشار حول ما يقال عن أداء متعثر، عن سياسيين كتجار. نعم، أكو منافسة بيناتهم، من أجيب بضاعة أنا زينة تطرد بضاعة الآخر زين قوية. هو لا يقول هاي البضاعة بها شيء مو زين حتى ما تمشي. دائما في السياسة هناك تنافس. إذا يراد أن يقال الحكومة ناجحة في كل شيء، إذا اللي ينافس الحكومة شيء يقول شريد. الآن إحنا ندخل إلى انتخابات. مشكلة حلفاء الحكومة ينتقدون. لا بأس. أسخو معارضيها. أنا أنتقد. يعني تعتقد ما أنتقد؟ أنا أيضا أنتقد. ليش قلت نعم ولا؟ زين، أقول هاي إيجابيات، لكن أقول هاي نحتاج أكثر في هذا الجانب. هناك عراقيل، هناك معوقات يجب أن تزاح. لكن أحد يقول إحنا تراجعنا؟ أنا كان ضغط الإنسان كان 22، الآن أصبح الضغط 16 مو طبيعي. بس أحسن من 22. لا يزال 12 هو الطبيعي أكثر، لكن أحسن من 22. وثم كل اللي ينتقدون سواء كانوا يقول مع الحكومة أو وزراء سابقين أو رؤساء وزراء سابقين، وكان بيدهم الحكومة أيضا سووا منجزات، لكن أيضا ما قدروا يحلوا مشاكل. نروح إحنا نسقطه؟ لا، هاي هي طبيعة العمل السياسي، طبيعة تنافسية، وهاي تدفعنا وتنشطنا ما تحبطنا. وأنا إطلاقا اليوم أكثر تفاؤل مما كنت عليه قبل عام، لأن اليوم أجد فرص كبيرة أمام الوضع. عفوا سيادة الرئيس، الآن أكو تظاهرات بالشارع العراقي، يعني كيف تنظرون إلى هذه التظاهرات؟ وهنالك من يقول أنه قسم من هذه التظاهرات تحمل أجندة خارجية. يؤسف أنه في زمنك الآن تم الاعتداء
على المتظاهرين وعلى حملة الشهادات العليا، وهنالك معتصمين لأكثر من شهر لم يرد عليهم أحد ولم يستجاب لطلباتهم. لا، أولا ما رد عليهم أحد مو دقيق. لا توجد مظاهرة تخرج إذا ما نرسل لها مندوبين مستشارين، أحيانا حتى أنا أروح زين للبحث واستدعاء ومحاولة رؤية كل ما ممكن أن نحل في هذا الاتجاه. نعم أنا أسف أن يصير أي نوع من الاعتداء على أي مظاهرة، وأسف عندما تخرج المظاهرة أيضا عن ضوابطها السلمية مثلا أقيمت من أجلها. المسألتين متوازنتين، يجب الحفاظ على الأرواح وعلى المال العام والخاص والحركة الطبيعية للمصالح، هذا واجب. يعني الدولة إذا محمت المصالح الخاصة سيشتكى عليها، والدولة إذا قمعت متظاهرين سلميين سيشتكى عليها. فالخطأين موجودة أمام ناظرنا وعلينا أن نعالجها. إما المتظاهرين مثلا اللي تفضلت في ذكرهم، صار لهم 106 يوم ما حد اعتدى، ما أكو، بالعكس محاطين، وهم أنا مبارحة شفتهم مثلا مندوبين من عندهم مدحوا هذه الأيام بشكل واسع، ذكروا أن محمين حماية جيدة. هم ذكروا أن البعض جاء من خارج المظاهرة، استخدمت خراطيم المياه ضدهم. هذا أنا لو سئلت في وقته ما كان أنصح بالاستخدام، لأن أسلوب ردع المظاهرة يتدرج من الأبسط إلى الأعلى، ما بلغت مستوى الخروج عن سلمية المظاهرة إلى درجة معينة، لكن هذه قدر مو أنا، يقدر المسؤول الضابط في المشهد، يقدر خطورة قضية معينة زين، فقد يستخدم شيء معين. لو أنا أوضع في مكانه، لو أنا حتى لا أضعف من أداء القوات اللي مطلوب منها حماية الأمن زين، تتخذ القرارات. على كل حال احنا كوننا لجنة تحقيقية، فاستخدام أي نوع من وسائل إيقاف المظاهرة عن تجاوز مثلا اختراق بناية، إيقاف حركة مرور، اعتداء على سيارات مارة، كل هذا يعتبر خرق علينا أن احنا نمنعه. هذا يبدأ من الوسائل الأبسط، مثلا الدروع وصد المتظاهرين، بعض الدول تنزل الخيل مرحلة أعلى، بعضها تجيب مياه، بعضها تجيب. دكتور كل اللي تقوله أنت صحيح. صحيح، احنا عندنا تجربة دائما بالحكومات اللي مرت تم الاعتداء على المتظاهرين. أنت الحلو بيك ويقال عنك حتى من المقربين إليك، أنت ما تريد الزعل واحد، ولكن المرحلة هي صعبة. أنت قبل قليل كنت تقول أنا من الذين يلجؤون إلى فلسفة عدم التسرع في الإدانة وتطمح إلى التهدئة. أعتقد الوضع السياسي الحالي لا يحتمل سياسات من هذا النوع، تحتاج إلى وضوح. يعني المتظاهر دائما على حق. يعني عندما تحدث لك عن تظاهرات أقول لنساء تم الاعتداء عليهم عبر شاشات التلفزيون، وبالتالي يعني لا أريد أن أسمع من الرئيس أنه يأسف. أنا أتمنى من السيد الرئيس أن يقرر بالتحقيق ومعاقبة حتى لا تتكرر هذه الحالة بالحكومات السابقة، لأنه هذه النهايات كانت مفتوحة استفحلت وصار منهجا الاعتداء على المتظاهرين، بل قتل المتظاهرين. لا أستاذ نجم، أنت أخذت الكلمة مني. يعني قبل ما تقول التحقيق قلت لك إحنا فتحنا التحقيق في هذا الموضوع كدليل جديتنا، وحصلت تحصل اليوم مظاهرات كثيرة في البلد، ويوميا يصل تقرير عن عدد المظاهرات، لكن معظمها مظاهرات مطلبية وأساسها العمل، أساسها العمل، وهي مشكلة كبيرة عندنا في العراق وصغيرة الحجم، 100 هنا 200 هناك 300 هناك 70 هنا إلى آخره، نحاول أن نحلها. ما حصلت اعتداءات. نعم استخدم خرطوش المياه، وأنا بالمناسبة لما استخدم كنت في المملكة، وعندما استخدم قيل أول مرة استخدم في الهواء، لم يستخدم مباشر. إحنا نأكد عليه شنو؟ أن التظاهر وسيلة قانونية وشرعية للتعبير عن الرأي، شأنها شأن الفضائية، شأنها شأن المظاهرات، شأنها شأن تأسيس الأحزاب. فالتظاهر وسيلة للتعبير وتحمى من قبل الدولة، وقلت أنا 106 يوم هي محمية من الدولة وما ضجرنا منهم، بالعكس موجودين ويجون يحمون. لما تخرج من سياقها أيضا القوات تخرج من سياقها. تناقشني تقول لي هل القوات خرجت من سياقها أكثر؟ ماذا أقول؟ لا، تركت الأمر للتحقيق زين.
هل كان لازم يستخدمون هالوسائل؟ تركت الأمر للتحقيق. فالمسألة مو ما بيها وضوح، المسألة في العراق علينا أن نغير السياقات مال الرجل القوي والبطل البطل والكذا الكذا والدكتاتور العادل والدكتاتور الظالم. لا، نريد نبني مؤسسات فيها الرأي بسياقات واضحة ملزمة حتى نقدر نأمن مصالح الجميع، نأمن مصالح المتظاهر، نأمن مصالح المؤسسة، نأمن مصالح القوات المطلوب منها حماية أمن المواطنين والمصالح العامة. وإلا المطالب كلها مطالب مشروعة. لا تقول لي أنا عندي عاطل في البلد هذا ما يحس في قلبنا وما يحزننا وما نحاول أن نجد إلى حلول. لكن شنو الحلول؟ اليوم في الموازنة يقول لا تحدثون أي ملاكات جديدة. طيب ما نستحدث أي ملاكات جديدة؟ يقال طيب استحداث وملاكات أكو تشغر وما أشبه، نعم نحاول أن نستثمر. فالمسألة مو بسيطة، مسألة متراكمة من عقود. نفس الخطاب متداول سيادة الرئيس، نفس الخطاب بكل الحكومات صار لنا 16 سنة، نفس الخطاب يتداول، ما اختلف شيء عن الذي سبقه، أمنيات وطموحات والشعب ينتظر. يعني شوفوا لنا حل للحالة اللي احنا فيها. الحال ما أنت تختلف، أنت لا 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 أنا أختلف، مو هاي المشكلة. الحل يأتي من الجميع لا يأتي من الحكومة. الحكومة ما عندها عصا موسى، الحكومة ما عندها عصا سحرية. الشعب، مجلس النواب، القوى السياسية، الحكومة، كله يحتاج أن تكون له رؤية وسياقات حتى يجد الحل. أنا اليوم إذا القطاعات الحقيقية عندي ما تنطلق، زين من أجيب الحل؟ ما عندي حل. الدولة وصلت إلى حالة من الترهل لا يمكن أن تتوسع أكثر، والكل يقول هاي دولة فاسدة مترهلة إلى آخره. لكن لما نأتي إلى الاستثمار، من يساعد على الاستثمار؟ أحيانا العشيرة ما تساعد على الاستثمار، زين أحيانا الثقافة المحلية ما تساعد على الاستثمار، أحيانا التنافس بين مصالح معينة إذا انطيت الاستثمار إليك أخوي الآخر لح يقول هذا الاستثمار مو صالح بفلان ثغرات وقفوا، فنبقى نوقف الاستثمارات وما نتقدم، وبالتالي نوقف كل مجالات وفرص العمل. النظام التربوي التعليمي كله انبنى من 30-40 سنة هدف الشهادة، لأن شهادة عينك بالوظيفة والدولة، مو هدف الخبرة اللي تخليك تشتغل في المجال في القطاعات الحقيقية الخاصة. هذا كله يراد الإصلاح. فتقول تكررون نفس الكلام، صحيح كلامك، لكن نحن نحاول أن نجد فرص لاختراق هذا المجال. لما أقول لك أنا اليوم بالزراعة حققت تقدم، تقول أنت شعلك هاي أمطار جتي. أنا أجاوب وقلت لك هاي أمطار جتي سابقا، ليش ما صارت؟ فاليوم لما أحرك لك 60% من الشعب العراقي اللي هو في المجال الريفي والزراعي، عليك أن تقول لي هذا طريق جديد ما شفناه سابقا. تتكرر أنت كلام سابق في مجال، لكن أكو شيء جديد نشوفه منك. الكل قالوا نفتح الخضر، من فتحت الخضر؟ قالوا إيه فتح أسبوع ويسدها. زين من سدت أسبوع؟ قال هي شنو الخضراء فتحها؟ شيء بسيط. طيب إذا شيء بسيط ليش ما فتحوها؟ إذا شيء الصبات شيء بسيط ليش ما صارت؟ زين فنعم أنا ما أقول لك إحنا تميزنا تماما، لكن نحاول نحدث اختراقات في الوضع حتى ندخل إلى مجالات الإنتاج النجاح والفعالية، وهذا يعتمد على الجميع، الشعب والجميع، وعليكم أيضا الإعلام، أنتوا أيضا. أنت الآن ما تفتش عن خبر إيجابي. أنا ما شفت مثلا، نعم في التغيير شفت، في التغيير شفت مساحات مزروعة عرضتوها، لكن في كثير فضائيات زين أنا ما شفت مثلا الذهاب إلى ما هو منجز. اليوم إحنا نعتمد على البيض والدجاج المحلي تماما، نعتمد على عدد كبير من السلع اللي أصبحت تنتج محلي. هذا كله شغل، هذا كله توظيف، هذا كله توظيف. زين لازم تشوفوه. إذا أنت ما تشجع المواطن وتبث عنده المعنويات الإيجابية وبس تبث الصورة المثيرة، لأن هاي تروج لك في الفضائية وتجيب لك جمهور أكثر في الفضائية، يعني ما يصير. واجبك أنت همينة. مثل ما قلت السياسيين تجار، أصحاب الفضائيات هم بعضهم تجار، فما تريدها مثل ما كلها تريدها سواسية. شيء آخر إرادك توسع دائرة مشاهدتك حتى تعرف أنه في قنوات كثيرة أيضا ملتزمة بخط ما إلى ذلك. نعم صحيح. لا صحيح أنا ما أعرفك وقت بعد لو الوقت بالكامل حوالي انتهى. يمكن أي فقط جدول أعمالكم سيد الرئيس هذا الأسبوع في زيارة للجمهورية الإسلامية. جاوبك على البداية أخذت وقت هسا، أنا عندي بس مداخلة مهمة جدا. ملف الدرجات الخاصة أعتقد علمه حق جدا.
متمامة أجل لشهر 10 مستعدون إلى دولة الرئيس؟ نعم أم لا؟ على كل إحنا ما حددنا موعد، مجلس النواب حدد مجلس النواب، بس مع ذلك إحنا حنقوم بواجبنا، إحنا نقوم بواجبنا كامل. شكرا جزيلا. أنا أشكركم. سيد الرئيس نشكركم شكرا جزيلا. كذلك لزملاء محمد محمد جميل وأستاذ حمزة شكرا جزيلا لكم. سادة المشاهدين كذلك أنتم أشكركم، وألتقيكم ونلتقيكم جميعا إن شاء الله في حلقات قادمة. ألف سلامة.